صاحب فكرة المشروع، عارفين ان المشروع ده يعني هو استعادة القوى الناعمة لمصر، هيعيد تشكيل الهوية المصرية للإنسان. عايزين نحاول بقى من البداية خالص فكرة المشروع وأهدافه. المشروع ببساطة شديدة جدا هو إن إحنا بنحاول أنا وأساتذتي إننا نوصل لتركيبة المعادلة البسيطة بتاعت السينما اللي إحنا كلنا تربينا عليها، كلنا تربينا على السينما اللي كان فيها شجاع السيما، كلنا عارفين فريد شوقي الله يرحمه، كلنا تربينا على شجاع السيما ده، كان بيطلع ساعات زعيم عصابة، ساعات حرامي، ساعات ضابط، ساعات ساعات، بس كان في الآخر كان في مراد، كان في موضوع، كان في حبكة، كان في حدوتة، كان في متعة سينمائية وبدون ما تبقى واصلة لحد يعني اللعب على الغرائز. خليني أقولك إن بدأ المشروع ده بالصدفة، الصدفة البحتة. أنا كنت في بلد في الصعيد بصور حاجة دوكيومنتري تسجيلية، فدخلت على الصيدلية فيها واحد راجل عجوز كده عنده بتاع 190 سنة، دخلت علينا واحدة ست شايلة طفل عنده 6 سنين بتشتري حق دواء بنص جنيه، لكن الست دي كانت بتشتري حق دواء ملو إزاز الدواء، ملو إزاز غطى الإزازة بنص جنيه. فقلت له طب يا عمي أنا هدفع حق الإزازة وخليني أقول لك مواصفات الست دي حضرتك. فلما تشوفوا سوسن بدر في دور الست المصرية الصعيدة المفرودة اللي حاطة الكحل الأسود والتلفيع السوداء. فقلت له طيب انا هدفع، قال لي حاولت قبل، قلت له طب احاول قبل يا حاجة ده زي ابني وبتاع وانا هدفع له حق الجهاز. ضحكت الست ضحكة صافية كده وقالت لي هتبقى اكرم عليا من ربنا يا استاذ. فطبعا كمية القناعة وكمية الطيبة اللي عند الست دي خلتني ابقى عندي علامة استفهام، الواد الصغير ده اللي بياخد حق دواء طيب هو عايش ازاي؟ ايه اللي حواليه؟ فضول جالي كده في وقتها، فبدأت اخد الكاميرا وانزل ابص